أدينا صاحب القداسة والغطة قداسة البابا المعظم الأنبا تهدروس الثاني، أصحاب النيافة الأباء الأساقفة والمطرنة، الأباء الكهنة، السادة الحضور والأحباء، شبابنا المتجمعين من كل حتى في مصر، أهلا بيكم. فرحانين جدا فرحانين جدا ببدء فعاليات ملتقى لوجوس بوجودنا تحت ضيافة قداسة البابا المعظم الأنبا تهدروس، ووجودنا في لوجوس المقر البابوي بدير الأنبا بشوي. وفي الحقيقة إن كان الملتقى ده مخطط إن هو يقام السنة اللي فاتت 2020، بس بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا في العالم اللي أثر فيه أجمع، كان لازم الكنيسة تستجيب حرصا على ولادها، وبالفعل تم تأجيل اللقاء إلى أغسطس 2021. وزي الكتاب المقدس دايما ما بيعلمنا، كل الأشياء تعمل معا للخير، ولكل شيء تحت السماء وقت. بتكون فكرة ملتقى لوجوس على تجميع 200 شاب وشابة من كل أبرشيات ومناطق الخدمية في جمهورية مصر العربية، وعمل برنامج روحي ثقافي وطني لمدة أسبوع، وهدفه التمتع بالجذور. احنا بنفتخر وبنعتز بجذورنا الممتدة عبر الزمان والمكان، عبر الزمان مش بس لحد زيارة العائلة المقدسة، لا ده كمان إلى أبعد من كده، لجدودنا الفراعنة اللي أثروا بعلمهم وتقدمهم في شتى مجالات العلم والفلك، وأبهروا العالم كله بتاريخهم وبمعتقداتهم اللي ظهر في المعابد والطقوس. وكمان جذورنا المكانية الممتدة في كل شبر في أرض مصر، أرض مصر اللي قدسها زيارة العائلة المقدسة لما جت وباركت كل حتة في أرض مصر، من العريش لمسترد وادي النطرون اللي احنا بنتبارك بوجودنا على أرض وإقامة فعاليات ملتقى لوجوس الأول، وبعد كده ناحية القاهرة والمطرية، وراحت ناحية الصعيد أسيوط، وهناك أقيم أول مذبح على أرض مصر اللي السيد المسيح قدسه بذاته. في كل مكان في أرض مصر كنايسنا وأديرتنا جذورنا ممتدة ومنتشرة في كل شبر فيها، وكمان جذورنا الأبائية. فأبائنا قادوا العالم كله مش بس بالتمسك بالإيمان والاستشهاد، لا ده كمان قادوا العالم بالتكريس والتعليم. التكريس والتعليم لكنيستنا القبطية الأرثوذكسية غيرت العالم كله. بالتعليم أول مدرسة هي مدرسة الإسكندرية، طلعت أباء قديسين وعلماء في اللاهوت. هؤلاء العلماء هم اللي قادوا العالم في وضع قانون الإيمان وحافظوا على الإيمان الصحيح، وطبعا فيهم القديس أثناسيوس اللي ساعد وقاد وضع قانون الإيمان في مجمع نيقيا. وبالتكريس عن طريق الأنبا أنطونيوس اللي مش بس كان أول واحد من الرهبان في أرض مصر، لا ده كمان بالكتاب اللي كتبه البابا أثناسيوس أصبح كل الرهبان في العالم أولاد الأنبا أنطونيوس، وانتشر الرهبنة بسبب الأنبا أنطونيوس. حتى العلم احنا ليه في بصرنا، جدودنا أثروا كمان في العلم. فواحد زي القديس ديديموس الضرير هو أول من استخدم الحروف البارزة قبل برايل ب15 قرن، وواحد زي القديس يوحنا هو اللي ساعد شامبليون في فك حجر رشيد. والبرنامج السنة دي بيتنوع بين الروحي والوطني والثقافي والخدمي، ومن أهم أهداف الملتقى هو الاستفادة من التنوع بيكم، تنوع بشبابنا اللي جاينا من كل حتة، ثقافات وآراء وخبرات مختلفة، عن طريق إقامة سيمينار للشباب، سيمينار يناقشوا فيه مواضيع مختلفة اللي هي الشباب والخدمة، الشباب والأسرة، الشباب والميديا، الشباب والفنون، والشباب والوطن. وبيقوم الشباب بمناقشة المواضيع دي بكل حرية بدون أي تدخل من منظمين، والنتائج اللي الشباب أو التوصيات اللي الشباب بيوصلوا لها بيبقى تقدم في آخر الملتقى عن طريق ورق التوصيات اللي تقدم للمجمع المقدس عن طريق
قداسة البابا لعرضها عليهم. وأخيرا حابين طبعا نشكر ربنا وامتناننا. فأولا ربنا الحقيقة عمله كبير قوي معانا، فلما نيجي نبص على التقدم اللي بيحصل جوه الكنيسة حتى في ظل اللي هو نمو الكنيسة منذ زيامة سيدنا سنة 2012 نلاقي تم زيادة 33 إبراشية وقطاع خدمي. السنة اللي فاتت فقط في ظل ظروف كورونا هنلاقي زاد 4 إبراشيات وقطاعات خدمية. حابين الحقيقة نشكر كل المسؤولين في الدولة اللي بهارتنا وغمرتنا بمساندتها للملتقى بكل محبة، مش بس في تنظيم الزيارات لكن أيضا في المبادرة لتقديم الدعم، بداية من رئاسة الجمهورية والقوات المسلحة والوزارات وعلى رأسهم وزارة الشباب والرياضة ووزارة الآثار. حابين نشكر طبعا كل أباء المجمع المقدس اللي أظهروا اهتمام كبير في اختيارهم بنفسهم للمشاركين بكل عناية وتقديمهم للمشاركة في هذا الملتقى. حابين نشكر كل الخدام الحقيقة اللي تعبوا في التجهيز ده بقالنا تقريبا سنة ونص علشان يظهر بمستوى لائق يليق بشبابنا ويليق بالكنيسة. وأخيرا يا سيدنا حابين نشكر قداستك ونقول لقداستك تعيش وتحلم بالمستقبل يا سيدنا. وسنة ورا سنة الأحلام اللي بيضعها رب المجد في قلبك بتحقق وتفرح قلب الكنيسة وتفرح قلب ربنا بتحقيق خطته لينا. باسم سيدنا كل ولادك المنتشرين على طول الوادي من أسوان إلى الإسكندرية وسينا والوادي وكل أرجاء بلدنا الحبيبة والممثلة في شبابنا شباب الكنيسة الأرثوذكسية شباب ملتقى لوجوس الأول، بنقول لقداستك شكرا يا بابا.